خلينا ناخد الاستاذ عصام شلتوت، رئيس تحرير تنفيذي ورئيس قسم الرياضي لليوم السابع موقعا وصحيفه. استاذ عصام اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل. الحمد لله على السلامه، انت رجعت ولا لسه؟ رجعت حبيبي الصبح الحمد لله. محبط ولا انا ما عنديش نوع من الاحباط، لان اشعر ان المره دي هي المره الاخيره لصمت مهين. والله كويس جدا، شايف ان 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 دي يجب ان تكون المره الاخيره للصمت المهين، يعني لان الحكايه يا استاذ وائل ليست ابدا فكره خدنا لاعب وما خدناش التاني. الحكايه ان مصر لا تريد كدوله ان تعترف بكره القدم صناعه، صناعه تستطيع مدها بيجي تلت احتياجاتها من النقد الاجنبي، وده مش كلام وهوريه لحضرتك ان شاء الله في مرات قادمه لزملاء اشتغلوا معايا اقتصاديين، تستطيع انها تولد الاحتراف، تستطيع ان تراكب كره القدم، وما فيش حاجه يا استاذ واهل يا صديقي العزيز اسمها تدخل حكومي. اي زائر لجنيف وزيورخ وضواحيهم بيحط اي دي كارد ويطلع الفيفا. شفتش مسؤول في الدوله من الوزراء راح هناك وقال لهم هم الجماعه دول ترجموا ورقه ولا لا؟ الرجاله بتاعت اتحاد الكوره اللي بتخطط بتشتغل في القنوات يا استاذ وائل. لا يمكن، الكابتن مارادونا كاد ان يسقط الليله بعد هدف تعادل لبلاده، ومن ثم اخر اللي هو الكابتن مجدي. احنا نضحك على بعض، ينفع تروح برنامج كوميدي وانت رجل تخطط لكره القدم وتترأس جميع اللاعبين المحترفين؟ سألتش نفسك كم لاعب محترف مسجل في مصر؟ شيء يكسف عن دول أفريقية، مش عشان إن هي قليلة، بالعكس لأنها أصبحت لديها أكاديميات. هنا النجوم حازم إمام وغيره وميدو ونجوم صحافة وإحنا بنقع فيها أحيانا، بس لازم تنتهي، يروح يفتتح أكاديمية إما فاونديشن اللي هي بركاتك يا ليفربول ولا غيره، حاجة كده يعني لله زي ما بيقولوا، ويتاخد فيها فلوس من الناس، ومامي وبابي يوقفوا التمرين علشان يدوا الولد عصير. الأكاديميات دي معكوسة يا أستاذ وائل، الأكاديميات دي في كل العالم بتتعمل في بلاد فيها مواهب، لما يلاقوا الولد زي رونالدو الكبير وكده أهله يشعروا أن كرة القدم ستطور اجتماعياتهم وحياتهم ودخلهم، وبالتالي النظام خاطئ. حد سأل اتحاد الكورة امتى يبقى فيه جمهور؟ حد سأله خططك ايه عشان اللاعب المحترف ده يبقى مجند ولا طالب ولا أي حاجة عشان يوقع احتراف؟ حضرتك شفت وانت بتتمشى واحد عامل مكتب مبيعات لاعبين دي ولا اسمها وكلاء لاعبين؟ يا اخي طب شغل عندك ستة سبعة يا كابتن وائل، في واحد معايا جا 1000 توقيع ل 1000 لاعب، بينما الايجنت زي الراجل بتاع صلاح كده على اننا ما بنقبلش بعض احيانا كلماته، لكنه معاه ليل نهار ومقرا ومنام ومصحى ومذاكر. صلاح كاد ان ينفجر في المعسكر الحقيقه، اللي قدرت اقوله له كلنا خذلناك يا صلاح، لانه نموذج للمحترف الحقيقي والنني طبعا. وبالتالي يعني ايه فريق يلعب ب 14 لاعب؟ ما حدش فيهم شاف حاجه غلط، ده كل ماتش ثلاثه بيسخنوا 11 في الملعب، يعني لو انت بتلاعب مدرس العاب اخر لا يمكن ابدا. صلاح قال للاذاعه الروسيه سبوتك اعتقد اللي هي الرسميه، قال لهم حدث الكثير لا استطيع الحوار عنه داخل الفريق نصا وعلى مسؤوليتي، والكل عمل لمصلحته، طبعا يقصد زمايله. رمضان اللي كان فيه الاعداد يا استاذ وائل كله برامج وكلها شغاله، لقطه هنا ب 100 ولقطه هنا ب 200 على فكره لاعب الكره يستحق الملايين، بس عشان المواقف اللي انت قلتها، شاب يعصب نفسه، شاب يحترف، شاب يدر ارباح، شاب يعمل على ماكينه صناعيه اسمها لعبه كره القدم. اي كلام غير كده ويقولوا لنا بقى هنجيب مين ومش هنجيب مين، انت بتجيب مدرب من بره يجيب لك ستاف 13، ما يجيب يا اخي. على فكره الرخصه التي تعطى من اتحاد الكره ومديرها المسؤول اللي هو الكابتن محمود سعد او دكتور محمود سعد غير معترف بيها، واحتراما لاسم مصر يقول لك عادلها في اسيا. ليه؟ لانه لو عايزه 9 ايام ممكن نعمل معاك واجب وادالك في 6 عشان انت شغال بره. بس انت بتقول لي يعني صلاح كان غاضبا ليه في طول غاضبا لانه مفيش تركيز، ممكن يبقى عارف ان زمايله بس مش هيقول، لكنه اعتاد على مواجهه الصحافه العالميه مش هيقدر يقول ما كانش في حاجه والدنيا سمنه على العسل. ايه بقى قاعد جنبه لعيب بيقول له قاعد ايه خد الصورتين دول وهات لنا 10000 جنيه من فلان، يلا اللقطه دي مش عارف جواها فين. انا بقول لحضرتك كلام واضح اصلا الرعاه، يعني وصل الامر ببعض اللاعبين انهم يبيعوا فيديوهات وصور
لا لا مش يعني بقول لك يعني بقت التربطات على لقطه هنا او اخرى هناك بثمن يعني اللي هي ما يسمى اعلان سريع واعلانات محتاج التركيز كل ده ما هو يعني ما فيش مشكله ان اللاعب يقول يا جماعه احنا عمرنا قصير ولازم امن مستقبلي وامن حياتي بس يتعمل له منظومه بالزبط. انما مش اعلانات في طول رمضان واعلانات قبل واعلانات اثناء المعسكر وكمان الاحتراف غائب يا استاذ وائل حتى الشركات الرعايه كبرياتها انفقت طبعا لكن خدت مين خدت عصام بيه وعلي بيه وسيد بيه وفلان بيه طب يا اخي خدوا الراجل اللي لو راح عشم عمره يسافر اعتقد ان في كل العالم هو ده اللي هيمشي يقول شركه كذا خدتني شركه كذا خدتني حتى في دي غياب الاحترافيه واما حد خبطهم اعلام رجعوا ثلاث ارباع الناس اين الاحتراف يا ساده اين الاحترام للصناعه والله ما تحدث مدرب الا عن منجم مواهب اسمه مصري يا استاذ وائل الجوهري سنه 92 رحمه طيب. الله هذا العظيم قال خدوا بالتجربه الغنيه يا راجل طب انت في الباسة يعني هل كان في حالة من الفوضى والفشل الإداري مهدت لهذا الفشل الفني في الملعب؟ هي حالة قديمة الحقيقة عشان اقول لك الحقيقة انه ده بيتضغط بسببه عشان الرعاة وعشان الناس اللي بتمول وعشان كذا انا لا اشكك في سلوك بعثتنا وكل بعثة بصراحة ده الشيء الوحيد اللي بقالنا انهم بيبقوا حاجة كده محترمة في السلوك يعني لكن الاحتراف غائب يا سيد الفاضل لابد ان تكامل كاتحاد او ده الراعي لان الراعي عاوز يظهر يقول لك ما نديله ايه يا جماعة بس ساعدونا ما نديله ايه يا عم في رولز يا عم ترجموا ورقه واعملوا زيها هو احنا بنبتكر ليه يا عم شوفوا لنا حل في الجمعيه العموميه دي ناس كل واحد بيجي ياخد شيك ب 50,000 لا بيطلع النادي ولا بينزله وتلاقي الحاج فلان والاستاذ فلان والمهندس فلان انا مش بعترض على الحاج بس كلهم مصالحهم ماشيه لرئيس نادي كذا هل دي جمعيه عموميه ما نسال بقى الفيفا ونستفتي اتحاد الكوره لما كان بيحب يعمل وعمل ده وعمل ده مع انا بريده في حضور رئيس الاتحاد اللي هو حرب الدهشوري خططوا الجيلين طلعوا يا استاذ وائل بمدربينهم جيل حسام غالي وجمال حمزه ووائل واليماني والفرقه دي اللي لعبت في الارجنتين ما كانش من فراغ كان معاهم دكتور محمد علي رحمه الله هذا الجيل انتج الجيل اللي بعده محمد شوقي وكذا وده كان متعلق في اتحاد الكوره وبيقيني وشفته بعيني وبالتالي لما حبوا يخططوا خططوا لكن الان كل واحد بيجي في القايمه مع رئيس الاتحاد فجأة يبقى عاوز يروح بقى هنا ويشترك ويمضي مع الراجل اللي بيشتري منه حقوق وده ابن عم ده وده ابن خال ده طبعا عشان يعدلها هيهد المنظومة فاضطر ينتظر هل سيفيق هذا بريدة ويقطع على نفسه الوعد اللي قاله للجمعية انه محدش هيشتغل اعلام واتحاد كورة ولا حد هيشتغل على تماس مع اللعبة ولا هينسى تاريخه كله مقابل الناس دي هو ده اللي بنتظره للأسف تداخل المصالح المادية وتحويل الرياضة إلى كعكة ومغنم وغنيمة بهذا الشكل مصيبة يعني. بشكرك أستاذ عصام شلتوت.